يلي عم بتابع السوشيال ميديا الخاصه بالاو تي في او الخاصه فيه او بماستر باتريك بلعه، يمكن حضرته مقتطف لفيديو معبر جدا. بدي اقول لك اول شيء هاي باتريك، مرور فيك ناش. شرفتنا ماستر باتريك بلع، كنتوا واعدين بدكم تحطوا لنا فيديو، بدكم قال لي هلا بالفيديو ليعرفوا يلا رح نروح للفيديو اللي منتشر هلا على السوشيال ميديا وبنرجع بنحكي اكثر مع ماستر باتريك بلع. تفضلوا. هاي دباوي انتوا هيدا ولا مشهد سينمائي ولا فيلم هندي ولا مره رح يكون معكم فرد، هيدا فرد بلاستيك لباتريك بلع جراند ماستر، ولا مره رح يكون الحرامي بهالشكل موه ولابس ابوع على وجهه وماسك، فلازم دائما تكونوا متنبهين وجاهزين، كلنا صبايا وستات ودائما معنا الجديد، اكيد ما رح يكون معكم سلاح، فلا تعرفوا كيف تعملوا سيلف ديفنس لازم تتعلموها على اصولها وتعرفوا الخدع لتدافعوا على نفسكم عن حالكم، طبعا مع ماستر باتريك بلع. تابعونا بالحلقه، هلا رح نكون بحلقه كثير مشوقه، تابعونا. ماستر باتريك، من بعد ما كثير عم شوف على السوشيال ميديا طرق مثل اللي شفناها اللي هي بالمره يعني منا مظبوطه ولا حدا رح يكون هالقد جاهز، وبعدناها كثير يعني هو اوريدي فاتحين الجزدان ومرنين على كل هيدي الامور وما بتزبط، يعني كل اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا والمعلومات اللي عم يعطونا اياها كيف ندافع عن نفسنا بتسقط امام هيدا الفيديو. شو يعني سيلف ديفنس؟ سيلف ديفنس دفاع عن النفس بلاش بعدة مواقف، في مواقف معينة فينا نتهرب منها مثل ما رح نشوف هلا بنشل الجزدان. اوكي، منشوف اشياء كثير هينة، كيف منشيل السكين، كيف منشيل الفرد، كيف منشيل ما بعرف شو، بيكونوا عم بيعملوها مثل فيلم صغير او بيكونوا معودين مع بعضهم، على ارض الواقع كثير صعب ننفذ هيدي الامور. فقبل العلاج في الواحد بريفنشن الوقايه، هيدا اللي رح نشتغل عليه قديه فينا نتوقع شيء قبل ما نوقع فيه، لان اذا وقعنا فيه اذا ما كنت كثير مدربه ومعوده، اذا مدربين اوعى حدا يخمن انه بهالسرعه الريفلكس تبعنا رح نقدر متى نضربه. اوكي، عدناها 10 مرات والضربه طلعت غلط اخر شيء، لانه هالقد متعبه وهالقد والريفلكس بده يكون سوبر سريع، يعني عندك جزء من الثانيه تتكون عملت الريفلكس، هاو بده يكون حدا فيري ويل تريند. فالافضل انه نحمي حالنا او نتوقع قبل ما نعمل هيدا الشيء، يعني حتى الرذاذ او الالات الكهربائيه اللي ممكن تشيليها من جزدانك عن جد وتفتحي الغطا وتحطي ايدك مزبوط ما ترشي على وجهك، ما تكون مبرومه لوجهك. ما بنعرف ما بنعرف على الخوف، عنا الادرينالين لما بيطلع بجسمنا عنا شغلتين بيعملون، يا فلايت يا فايت، يا بالهرب تلتين المراجل ترتعبي اوكي كانك عم تهربي او عم تخسري، يا بتكوني فايتنج تهجمي، عنا واحد من اثنين رح يكون بجسمنا. فاي هو اللي بيطغى لما بنكون متمرنين كثير بيكون الفايت بيكون هو الاسرع. دماغي بيقول لي حارب، بكب الادرينالين اللي بخليني حارب ودغري بعمل ريفلكس سريعه كقتال، ومن دون سلاح، لان اوقات السلاح بين ايدين الناس بيأذينا بيأذينا، يمكن يقشطني اذا معي عصاي، يمكن يقشطني العصاي اذا ما عرفت اضرب، يمكن اجمد. بتحسي اذا هجم شيء عليكي بحياتك مرقه، اكيد انت وصغيره هجم كلب شفتي بسيني جريكي ما بقى بيحملوكي 100%، ما بقى فيكي تمشي، هيدا الادرينالين عنده هيدا الايفكت كمان. يعني المشاهد اللي بنشوفها بتجره هو والموبيلات والجزدان يعني إيه؟ يعني بدها تكون بتعمل نص طن ليك بريس تقدر تعمل هيدا الشيء، فما بتوقع. طيب بس هيدا ما بيعني انه في طرق نتمرن عليها حتى لي راسنا وقت يصير عندنا يا سمح الله وما حدا يصير معه هيك، بس يكون عندنا ريفلكس سريع 100%. رح نعمل كم شغله اوكي دفاع، ورح نعمل كم شغلة عم نحكي انه بروتكشن بروتكشن اكثر، انه كيف بدي اعمل طما يقرب علي الحرام. طيب رح نروح نحن الى وسط الاستوديو، مش هيك حاملة الجزدان؟ رح نحمله هيك هلا هلا وانت بتقلب، يلا رح نروح لك انا على وسط الاستوديو لنشوف شو ناطرنا من محاولات. انا بورتفوليو تركته هونيك لما عن جد
طيب هلا رح بوزيشن كيف بدك؟ ما هو رح نعتبر هيدا القليل الرصيف. ايه اوكي؟ هون اكيد الرصيف ما بيكون بنص الطريق، الرصيف بيكون في بنايه من هالمال. صح. ومن هالمال الطريق. طريق. رح نعتبر الطريق من هالمال والبنايه من هالمال. اوكي هلا لما اجمالا لما يكون الجزئين من مالة الطريق هين على موبيلات ماشي يلقط الجزئين ياخده ويضل فالي. لك شو سريع؟ وين عم بتكون بعد الدوام؟ اوكي كرمال هيك جزئين هي اول شغله. ثاني مال يعني اذا هلا رح نحكي الافضل كيف. اوكي جزئين هيك هيك على هالمال الايد الثانية ما زال فيه خلينا ابرم لك ايه ما زال فيه الماسكة فيه خلي الايد هيك ماسكة مثلا بس هيك دغري بيعرف انك معك مصاري ايه بس مش رح يقرب لانه منا هين عليه منا هين يعني فإذا هو بده شيء هين لانه منه ناطرك ولاحق صار له الجمعة تيعرف تحركاتك هو ماري بينشله بفل طيب لما يلاقي انه هيدا الشخص منه قادر يسرقه بسهولة بفضل تما ينلقط بفضل يروح احدا اهون لكن الرصيف البنايه هالميل انا على ميل البنايه لان ما في يمرق من هون هو من هون بده يعلق بالبنايه بده بفضل أوكي. المحل الاهون طيب طريقه ثانيه الطريقه الافضل هي كراس على نفس المحل هون ومش هالميل قدام خليني اخده منك تفضلي كيف بدي ابرم ابرم ما بتزبط اوكي اوكي نيح. فهي افضل طريقه تنحمي حالنا أوكي. او بنان بنحط اغراضنا ببنان وتحت تحت القميص مش مكشوفه هون بنحمي حالنا اكثر غير هيك اللي بيقول لك رح نجرب كم حركه أوكي. ديفنس يلا اوكي هون بنشوفهم على السوشيال ميديا ايه هيدي حاطه ايدك هون اوكي لما بدي القط الجزدين انا بهالطريقه انت بكتسره انت 100% انت بدك تبرمي ايدك لما تبرمي ايدك اوكي القطي من هون من هون دغري القطي القطي خلي شدي شوي لورا بليز برانش بدك تشتري غيره قلت لك بليز شدي برانش يي انا بشوفها مش هيك شد اوكي انا شايفتها شدي يا بلانش كيف منين جايبين هيك مذيع عم كل شيء على الهوا بتخبط ياي فهيدا الاشياء ولا وراح ربع كتفه 100% هالاشياء غلط بس بيأذيها يعني اكبر شغله غلط بس لا عن جد لانه لا اذا شديته وبدي شدك ولا ممكن انت انت شادي باحلى طريقه ايه؟ بايدك مش بكتفك تينخلع مش بمفصل اه؟ عم بتشدي ومعتبرين انه انت ناطرتيني وكل شيء ليكي ها لا وانا واقف اوكي اتس انريل عن جد اتس انريل طيب حطيته هون اوكي إيه؟ انت بارمي انا ما بدي اركض هيك انا بدي اركض هيك لورا انت بدك تروح ليكي شو حيصير فيكي حينخلع كتفك على الاكيد المفصل من هون راح ينخلع قد ما تشدي حد حتوجعي حالك اوكي إيه ما لها معنى وعلقت بايدك رح تاذي حالك واو واذا وقعك على الارض فكري فيها قديه رح إذا جرك على الأرض بتكلفك كثير بتكلف كثير بتفضلي تكبي جزئين بينما هو لما يشوفك حاططيه بطريقة محمية ما حيقرب ليك ما لحاله بده يروح على حدا أهون اوكي فإذا المعلومة اللي هي أفضل شيء يكون كراس مثل ما أنت علمتنا غلطنا لتاني أنت كيف رايحة؟ ايه بس تفرج المشاهدين نحن نعتبر هيدي البناية وهو هون 100% ودايما نحن مرتاحين خلص هيك مرتاحة فيك تلقي إيديك عليه فيك اوكي منه مزعج الباك باك أفضل تنلبس من قدام 100% مش من ورا شوفهم هيك لأنه إذا بده يلقطها ويشدها بده يخلع لك الكتفين وبده يكبك على الأرض ويمكن يجي راسك على الأرض فما تستغربوا وقت تشوفوا الناس حاطين شنطة الظهر بالقلب بالعكس هاو أشخاص معلمين هاو ناس شايفين الريلز ومظبوطين فينا نشوف كتير اشياء غلط ونفكر انه هي لا هي بتزبط هي تنعملها البنان باتريك او هيدا انا اوقات بركب باكله بالجينز لا اذا ما هالمال هي ذاتها حيجرك اوكي البنان انا بدي اجرب ما خليه يشوف كيف انا يعني بطريقه مرتاح هو عم يسرقني يعني جسم البادي لانجوج تبعي لازم يقول له انه هيدا الانسان مخصص فهمان اللعب 100% طيب اوكي شو بدي اعمل هلا في حال انا ما بعرف هول الاشياء لا لا في حال ما بتعرفي تدافع عن حالك شو بعمل شو بس نحن عم نحكي بنحطه كروس بنحطه من قدام او بنلبس الاغراض ببنان قدام اوكي اوكي عظيم وللترافلرز اللي بيسافروا ما بحط مصرياتي ايه بجزئين واحد
بنحط بالكالسيت، بنحط بباكت تانية. اوكي. بنوزع اذا انسرقنا ما يكونوا بالجزئين، لان كل الحراميين النشالين بيكونوا مفوكسين على الجزئين لان بيعرفوا انه كل شيء بقلب الجزئين. اوكي، شو معقول نتعلم بعد باتريك شيء خاصه بالديفانس عند السرقه؟ خلينا نعتبر انه ما زبطت ونجرب هون ريفلكس يكونوا سريعين. يعني عملنا هون بالفيديو ما ضبطوا. ايه؟ اوكي، لانه هن اللي بينعملوا. طيب انا عم ببرم. لا خلي بايدك بالبسه. اوكي، انا عم بتحسي عم بيقشط. ايه ببرم. بدك تبرمي بسرعه. نحن... اوكي، هي متذكرتيها عملناها قبل ايه بعدها 100% يا على الحنك. ايه؟ يا على المنخار او على العين. مدام شو بتفضلي؟ مدام دول شو بتفضل بالعصي. اوكي طيب حنعملهم هلا اذا بدك. في معك انتبه ما تطرق راسك. لا ما تعطليها. اوكي، فنحن اللي عم نعمله عملناه اول. وينك عم باخذ. اوكي رح اعمل هيك بكعب الايد. اوكي مش بالاصابع اذا بدنا بالعينين. ايه؟ اوكي، بس من هون ما تاذي ايدك. اوكي، فاذا حنطرقه هيك شو حيصير في الحراره؟ من هون دغري اجري كل الورانيه. ايه؟ هي بتعطيك الباور. صح، بتطلعي مني بوم. اوكي، روحنا ضربته من هون، ارتج شوي صغيره بلقطه براسه بالاجر الورانيه، بضرب بالني بالركبه على وجهه كسر له 100%. مش اذا ضخم ما في، لما بعمل هيدا الشيء بسرعه حينزل راسه قد ما تشد. اوكي، من ورا. من اوكي هو. ايه اوكي، وبتطلع الاجر مع فرد وقت. اوكي، فكرت ما تعطل هم. اوكي فما بيكون عارفين. بس هولي ثواني، يعني اللي انت عم بتقوله لازم نحن نتمرن عليهم. بدنا نتعود عليهم لحتى دغري تجي الفكره مية على بالمية. على راسنا. مية بالمية. صح، اعتبري هلا. اوكي يلا، انا لقيت الجزئين لانه مش رح تزبط معك. اعتبري عم تقشطيني جزئين. اوكي، هيدي جزئين ببرم الايد. اخ اوكي. اوكي، كمان كسرت له ايده. اوكي، وهي ايدي ضلني مثبت الرست تبعه بقلبه بالايد. ايه خلينا علمني اياها هي. اوكي. اوكي، انا وعم بسرق. ايه؟ اوكي، نزل هديتي بهالايد من هون ببرم ومن هون بطعش. اوكي. اوكي، خلينا نعيدها. هي مهمه نتعلمها. اوكي، في حال نحن غلطنا. انت زلت على طول بدك تحسي هو عم بيقشط. ايه، بدي ضب كوعي طما يطلع من كوعي. من قبل بمره كمان. اوكي، بضب كوعي بمسك. لا، هي بالعكس. شفتي؟ شفتي ما برمت ايدك. هلا اعمليها. ايه اوكي. اوكي، على الكاميرا هون. لكينا بلقط هيدي المنطقه. اوكي، بعكسها هيك. بعكسها وهيك، ومن هون نفس الشيء. وهلا بشد الرست نزول. خلينا نبرمها ليشوفوا المشاهدين. مزبوط، من هالميل هاي الايد بلقط من هون وهي من هون، وبطعج الرست لورا. اوكي، بتصير هينه لانه الباور اذا بدي يشد على العضلات الايد فور ارم قوية ما فيه، بدي الرست المفصل ما فيه عضلات. فيه دغري طقه لورا. اوكي اوكي اوكي، نفس الشيء اعتبري القط. اوكي، من هون من هون وهلا برمية دغري نزول هيك. ايه اوكي، يعني قد ما يكون اللي عم يهجم عنده عضلات وعنده بنيه ولا لا؟ بدي يكون سريعه. هي السرعه بتلعب لانه اذا رجع شد، اذا ضخم مثلي ورجع شد ايده ممكن ما تقدر تنزلي. بدها تكون دغري بسرعه، ما يكون عارفين شو عم تعملي. اوكي، هيدي اذا صرت انا بمواجهه قريبه. بنجرب نبعد عن المواجهات لانه المواجهات ثلاث ارباعها خسرانه، لانه هيدا اللي عم بيهجمني كمان هو مرعوب مثله. هو خيفان يتعرض لحدا يلقطه. اوكي، مش من اللي عم بينشله، يمكن خيفان حدا يشوفه يلقطه على الطريق، فبيكون سريع وبيكون اجريسيف. اوكي، بنبعد عن هول الاشخاص لما ياذونا. بعد في شيء نعمله هون وبنرجع المقابله. يلا تفضل. خلينا لانه بدي المشاهدين كمان نحكي اكثر. باتريك انا وياك قد ايه مهم يعني نعرف الجسم كيف هو، يعني اعرف المفاصل شو هي، اعرف نحن عنا الكوع وين البوان فابل بقلبه. نحن عنا العضلات. اوكي، هي اللي بنمرنها. اوكي، وبعدين التندنز. ايه؟ هو اقوى شيء عنا بايدينا التندن اللي هو الرباط.
للرباط 100% براس العضله. نعم. العضله اذا ضخمه هيدي اللي بتفرق بين شخص وشخص. قد ما تكون ضخمه بيكون اقوى من الشخص الثاني. اوكي. اللي هو قادرين نحن نسيطر عليه هو تندن والليجامنت، المفاصل اللي هن كلهم موجودين على المفصل، بيلعبوا يعني بالمفصل. التركيز هو المفصل، المفصل ان كان عم نحكي الاصبع، فينا نطق الاصبع، ايه الايد، ايد المراه اكبر من الاصبع، فيها ثلاث اصبع وتطقه، فيها تشد المفصل وتنزله. اوكي. الرقبه هي مفصل، فيها تلقط وتخنق. وقعد خلني انه اذا بتعرف تعمل تشوك المراه، ايه؟ انه ما فيها تنفذها، فيها تنفذها ومع حدا كثير ضخيم وحينام. فاذا دائما نحن نمرن عقلنا يروح على هول البوينتس اللي هن كيف؟ بالتمرين. بالتمرين اكيد هيدي هي، لان احنا بنخبط عشوائيا ما بنفهم مزبوط. شو عم بصير يعني باوقات بتفرج على تعمل مشكلة عن جد بيضحك. ما حدا نص ايه يعني كثير كايوس يبقى ايه. وما نحن اذا في واحد منهم مارشال ارتست بتحسي انه بتاخذ معه الخبريه المشكل كله بين ضربه او اثنين، لانه حافظ شو عارف شو لانه عارفين وين بده يصيب وكيف بيغبيه عن الوعي او كيف بيأذيه او كيف يكسر له اجره. قول ما عليه، هلا جتني شغله كثير مهضومه اوكي وفيك تعمليها. ايه رح نضلنا هون، مش رح نروح على البلاتو. طيب شو هي؟ نوقف. لا هيدي فور كلوز ديستانس. اوكي سافا هون بس تنشوف ايه هون ما رح تكون كثير هالاتصال. ايه. بوجهك لعندي ضربة. لا بقتلش بكرامل. لا لا بوجهك لعندي. اوكي رح تطلع الركبه تبعي لبرا. ايه كرمال. اوكي ليك قد انا قريب منك. ايه. كيف فيي اضربك باجري؟ ما فيي. رح تطلع الركبه لبرا وانزل بالاجر على الركبه تبع الشخص الثاني. جربيها. يعني بدي اضربك. اوكي 100% ضربي ظهري اجريك لبرا وهلا اضربي. اوكي بوم تكسري الركبه. خلصت الخبريه. اه الديستنس بيلعب دور. حتى اذا كلوز ديستنس ما فيك تعمل شيء. بتحس كيف حالك بدي اضرب؟ اوكي انا ليك اجري هيك 100% اسمها ستامبينج كيك. بطلع ستامبينج كيك وبنزل على الركبه او على المفصل. يعني مش ضروري تضيع. لا 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 ما بنخاف ما بنخاف. هول الاشياء بس كمان تيكونوا كثير سريعين ويصير هينين معنا بدنا نكون متمرنين عليهم بشكل مش بس يعني هلا انت لو يعني انا عم فكر انت شو رح تعمل او شو رح تعطيني نصيحه ما بيخطر على بالي انه ايه فيني افتح الركبه لورا وبالكعب الاجر اضرب الركبه 100% في بريشر بوينتس. ايه بريشر بوينتس الضربات عليهم ممكن تكون مؤذيه يعني منخار ودقن. في كمان الستيرنوم هون. ايه؟ على بوز المعده في ضلع هون كمان وفي اوكي. كارتيلاج فينا نكسرها فيها تأذي بتوجع تأذي. اوكي نحن اكيد عم نحكي عن مشكل بين انسان جاي يقتلنا جاي يسرقنا جاي يتعدى علينا كرمال هيك الصغار ما منروح لهيك نعلمهم. ايه منعلمهم ديسيبلين اكثر ما انه بيجوا الناس طب ابني ما تعلم شيء ابني مثلا رجعوا مثلا واحد عمل بولينج عليه او ضربه او كذا. يا قلبي ما فيك تخليه يصير هو وابن. ما فينا نخليه يكون الولد يصير سلاح. الولد بتفهميه كيف انتي بولينج كيف يمنع التنمر عليه كيف يوقف الشخص الثاني. ما في اعمله لانه ممكن كثير نحوله ل لا ماشين الكلر او شيء انه لا بتصير خطره لل يعني الولد بعمر صغير باتريك ما بيتعلم سيلف ديفنس بيتعلم سيلف ديفنس مش هو نشتغل انه بوشينج او يبعد يدفش مثلا يزحلوا ايده اذا عم بيضربوا بوكس. هول اشياء صغيره بس ما فينا نعلمه يضرب على العين لانه عين الثاني كمان الولد الثاني عينه كثير دقيقه ممكن يعطب له اياها. يعني افضل ما نعلمه؟ لا الافضل نعلمهم سيلف ديفنس بس عند كوتشز متخصصين. مش يعني ما يتعلم له انت في اشياء ما عبالك يمكن تحكي يعني ما بدنا نلعب العاب الشارع. 100% ما بدنا نعلم اولادنا يعني اذا لقينا الكوتش ضربك اضربه انه اسم الله قوي الكوتش بطل الولد مش ضروري يكون مثل كوتشو. نختار على كل حال نختار الكوتش اللي دارس هيدي قلت قبل بمره الكوتشيه الاتحاديه اللي تابعين لاتحاد 100% اللي لحق اللي تابعين لاتحادات لرؤساء اتحادات عم بيراقبوا هالكوتشيه يعني اي شخص بغلط بيشوفون بالبطولات بيشوفون رؤساء الاتحادات بيشوفوا هالكوتشيه بالبطولات بيعرفوا اذا عم بيمرن مزبوط اذا تلاميذه مزبوطين تناخد عند ناس منهم اتحاديه مش عم نقول انه كلهم مش منيح صح بس اذا مش مراقب ممكن يعلم اشياء
انا ما بفضل انه ما علمها لابني. واوقات الاهل ان كان بي او ام يعني هالايام كمان بيعلموا دغري يضربوا تحت او يضربوا على وجهه، يعني دغري ما عم اذا حدا عمل لك شيء هيدي ما عم ناذيه للولد الثاني، عم نعطبه في عطب، يعني اذا ضربناه تحت ممكن تشقل التستيكول لفوق، ممكن نعمل له اذى دامج طول عمره للولد. صح. طب ما انتم اعتبروا انه تنازلوا الاهل الثانيين عن المشكل، طب ما انتم اذيتوا شخص لاخر عمره، ليشو؟ فينا نبعد بطرق لطيفه، هون بنعلمهم لاولاد صغار. صحيح. ولد صغير بالمدرسه شو بده يعمل؟ انت بتعرف قد ايه الامباكت تبع بوكسه او ماشي. يعني مش هالضربه اللي بتوجع، فينا نخليه يعرف يزيح الضربه، يزيح الضربه يبعد عنا. ما هي اللي بدي اقوله، اليوم الكوتشيه كلهم بيقولوا بعود لمرحله ما تقدر اجره تطالك، هي احسن شيء مش تدفش حالك وتروح خلص حاطط براسك بدك تكسر هالولد يلي حترجع تلعب معه بكره. يعني انا من الاشخاص الفايتنج تبعي ما بحب يكون عن قريب، بحب يكون بعيد. أوكي. والشخص الثاني قريب لي بكون انا محضر حالي. نعم. بينما انا اذا بدي اهجم انا ما بعرف هو شو محضر لي، لا خليه هو يجي لعندي وانا اكون حاطه عندي واعرف كيف بدي دافع عن حالي، وبرضه هو رح يفكر هو جاي 100 مره قبل ما يوصل لي. على كل حال كل اللي بتحضرون المتوشي خليني اقول وهول خاضعين لتدريبات، وكل ولد معه كوتش حده، وبرضه يعني بيكونوا لابسين الكوكي والغراض والبدله، ويعني كل الحمايه وائل المقتل وائل التشن في منهم للكويع. كويع اكيد. فخلي يكون هيك منظمه الامور وعلى درايه وعلى وعي. بس بقى بدي اعطي نوت، إذا بدهم يحضروا العالم ما يشوفوا القتال اللي هن مركبينه، يفوتوا صاروا كل الاتحادات منزلين البطولات موجودة على اليوتيوب على كل السوشيال ميديا، يفوتوا يتفرجوا يشوفوا كيف العالم بتعمل فايتنج على الأرينا على بالحلبة، بيشوفوا إنه كليا مختلفة عن الأرض، كثير شيء مرتب يعني مش مرتب، ومش هالقد بتكون سهلة، مش هالقد غلطة صغيرة من شخص ممكن ياخذوا الثاني، بس بيخلص الماتش اثنينتهم اكلين قتلة بس مهذبين او ممتع. اكيد لانه اخر شيء روح الرياضيه هي اللي بتطلع، وبتلاقيهم عم بيسلموا على بعض اثنينتهم دمامين. صح. وهذا شيء انا ما بحبه، بس بيكونوا مسلمين على بعض ومن قلبهم مبسوطين. هونيك حلو نعلم اولادنا تا ما يصيروا اجريسيف كثير، ونحن بغض ما بدنا بقى هالاجريسيفيتي عندنا بالبلد. انا بدي لك ماستر باتريك بلعه شكرا لك وميرسي على كل التبس اللي اعطيتنا اياهم، على امل مزيد من هالمعلومات اللي بتعطينا اياها، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع.